لا زلت مصر ان الاهلي عنده 10 بطولات الدوري؟ بكل تاكيد بكل لا زلت تأكيد. مصر ما غيرت رايك يعني؟ لاني انا بعد الحلقه الاخيره اللي استضفتك فيها استاذ نبيه صار ضجه كبيره وسببت لي مشاكل بصراحه. ليش؟ لان العالم يقولون لي كان سالته طالما انه مصر على ان الاهلي عنده 9 بطولات دوري طبعا قبل ما يحقق البطوله الاخيره. طب وين التواريخ؟ ليه ما يعطينا التواريخ؟ ليه ما يستشهد فيها؟ الكلام سهل لكن الارقام والتاريخ لابد ان يكون هو 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 لغه ارقام هي المقنعه للمجتمع الرياضي. اوعدك اخوي بندر ان انا وقت ما انت تامر انا جاهز اقدم كل المستندات والدلائل اللي تؤكد فوز الاهلي بعشرة دوري وليس ثلاثه. وكلها مستندات مقنعه جدا لمن يريد ان يقتنع، ولكن من لا يريد فهو فذلك شانه، وانما انا اتحدث عن لغه ارقام زي ما انت تفضلت. نعم. انت طلبت لغه الارقام وانا جاهز بلغه الارقام. ما هي جاهزه عندك الان؟ والله للاسف الان ما عندي، في مستندات رسميه انا اجيبها، ولكن الاختصار عشان اكون معك واضح. نعم. انه في الناس بتخلط بين الدوري والكاس. بمعنى في عام 1377 عندما كان انطلق الدوري. نعم. انطلق تحت مسمى دوري كاس جلالة الملك المعظم. وفي المقابل كان في بطولة أخرى يطلق عليها بطولة كأس سمو ولي عهد. نعم. هذه كأس البطولة الكأس وهذه بطولة الدوري. طيب خلي